معلقاتنا امتداد أمجاد هو عنوان العرض المسرحي الشعري الغنائي الأضخم اللي راح يتم تقديمه بمناسبة يوم التأسيس واللي بيصادف بتاريخ 22 فبراير على مسرح جامعة الأميرة نوراء. فالأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد هو صاحب الفكرة وهو المشرف العام على العمل. راودتني الفكرة قبل سنتين إن إحنا نستنبط من المعلقات العشر ونجاريها بقصائد تتحدث عن 10 مراحل من الدولة السعودية الأولى إلى عهدنا الزاهر الحالي. فأصبح لدينا عمل مسرحي شعري غنائي حقيقي لأول مرة أزعم في المملكة العربية السعودية. أتمنى أن يكون على مستوى يليق بالجهد اللي بذل من جميع الأطراف. بالإضافة للموسيقار سهم اللي عمل على تلحين النص الشعري بطريقة جديدة بتتناسب مع العمل واللي بتحكي عن مراحل الدولة السعودية وأمجادها. العرض المسرحي رح يضم نخبة من أهم النجوم مثل عايض، أميمة طالب، حمزة، فؤاد عبد الواحد، سهال المصري، ناصر نايف، فهد العمري، إيمان شميطي، وزين عماد. وأيضا على نفس الخشبة أكثر من 17 ممثل وممثلة من بيناتهم أسيل عمران وإلهام علي رح يجسدوا تاريخ حافل المنجزات في العرض المسرحي الغنائي، بالإضافة إلى 10 معلقات كتبوا 10 شعراء. ومو بس هيك، فرح يكون في فعاليات بعدة مناطق بالمملكة احتفالا بهالحدث الكبير. فتجربة المجلس اقترب من حكاية التأسيس رح تكون في مكتبة الملك فهد الوطنية من 22 ل 24، وملحمة غنائية مسرحية بعنوان صهيل رح تكون ب 22 فبراير ورح تصير بالدرعية بحي الطريف. وأيضا رح يكون في مسرحية استعراضية تحتفي برموز التأسيس بطريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول شمالا في 24 فبراير. وللاحتفالات بيوم التأسيس أيضا بدأنا نشوف على السوشيال ميديا مع الانفلونسرز اللي بدأوا التحضيرات للأزياء السعودية التراثية. فشفنا العنود ناصر واللي صورت أكثر من لوك ليوم التأسيس، وأغلبية الإطلالات طغى عليها اللون الأسود، واللي لفتنا كان الحنة. أما نجود الرماحي فنزلت على السناب سنيك بيك من الفوتو سيشن الخاصة بالأزياء اللي اختارتهم لهالمناسبة المميزة، وحتى أنه هاشتاج يوم التأسيس 2023 صار أوريدي ترند على تيك توك وصار محقق أكثر من 3.1 مليون.